وفاء بنت عصامية بتحب تعمل شيء بدون ما تزعل ربها وأهلها. هاي واضح، كيف كون؟ وفاء الخيامي من سوريا، مدربة كمال أشتام. الحديد كان تحدي بالنسبة لي لأنه هو رياضة صعبة بالنسبة للناس، فاخترت أني أنا أكون بهالتحدي وأثبتت حالي. أول ما أهلي عرفوني أنا بلعب حديد نزلت ستوري على الفيسبوك وأنا عم بحمل، فهنا فكروني بالنادي ان انا عم بلعب ايروبيك زومبا، ما لنا عارفين شو طبيعه الشيء اللي انا عم بعمله بالنادي. فانه ماما تفاجئت قالت لي انه انت عم تحملي حديد، وحتى صارت تبهلي انه شو بدك بهالشغله وعذاب ولا تحملي ومشان ظهرك، يعني نحن كثير بنخاف من قصه الحديد انه اوعك ظهرك اوعك كتفك. قلت لها انا هذا الشيء يعني عم بعمله عن دراسه وعن درايه، مو نوع عشوائي، يعني انا عم بتدرب عن فهم. هلأ ردة الفعل المجتمع هجوم، بتفتحي السوشيال ميديا أول فترة هجوم علي، يعني أنا هاد الشيء اللي بحبه وعم بعمله، يعني شو ما بكون أحكوا أحكوا ما لها مني. يعني الرياضة بالنسبة لي هي شغف، حب، في شيء هيك بيني وبينها، يعني حسها شخص بيفهم علي. أنا الأنوثة عندي هي القوة، يعني البنت تكون قوية هي من جوا. شو ما أخذت الرياضة من أنوثتي أبداً، بالعكس زادت. شيء انت بتعمليه من قلبك وبتكوني صادقه فيه هو بينجح.